السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون مهمه بزاف. المربي البيلوش كيلقى واحد المشاكل اللي هما اول ما كتنتج لهم الكوبلا كتخرج لهم الفراخ، هي كيكبروا دوك الفراخ تيوصلوا لواحد الوقيته اللي كينوضوا شويه الريش، كيجيو كيلقاوهم ميتين. اشنو هما الاسباب؟ في هذه الحلقه هذه غادي نتعرفوا على الاسباب اللي كيجعلوا البيلوشات كيقتلوا ولادهم، وغادي نعرفوا واش الذكر ولا النتوى اللي كيقتل الاولاد، وكيفاش غادي تتعامل معاهم. لان بزاف المربيين ما كيكونوش عارفين، كيكون كيتسنى الوليدات وملي كيشوفهم تيتفقسوا تيفرح بهم، وكيلقى النتوى كتوكلهم وكلشي وكيكبروا، ولكن اول ما كيقربوا يتطمو كيجي كيلقى راسهم كله هو مضروب ولا كيلقاهم ميتين. هاد المشكله الاخوان شكون سببه؟ سببه هو الذكر. يعني في الوقيته فاش النتوى كتبغي تعاود تعمر العش الثاني، الذكر فاش تيبغي يلقح تيلقى الوليدات تما النتوى ما كتكونش كتبغي، يعني كيمشي كيدخل كيقتل ليها الاولاد، عاد ديك الساعه كيعاودوا العش الثاني. انت باش هما ماشي كامل هما الكوبلات، ولكن عندنا واحد 60% نتاع الكوبلات البيوش كيجيو هاد المشاكل. والطريقه باش تتعامل معاهم بسيطه، تبع معايا الحلقه حتى الاخر، غادي تشوف كيفاش غادي دير الفراخ اللي تيكونوا عندك تقربوا يتطمو، كيفاش غادي تتعامل معاهم، وغادي تشوف كيفاش غادي تاهل الكوبلا باش تعاود لك عش جديد يكون كامل وناجح 100%، وفي نفس الوقت انت ما تضيعش في العش القديم. يعني الوليدات كاملهم يخرجوا يكونوا بصحه جيده ويخرجوا لك عش جديد. حتى هو تبع معايا حلقه حتى الاخر، ما تنسيش، حلقه مهمه خصوصا ليك انت كمبتدئ، يعني وعندك كوبلات وكيموتوا لك بزاف الاولاد، راه الطريقه باش تعالجهم راه سهله وبسيطه. شوف معايا حلقه حتى الاخر ونتمنى تعجبكم. تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في مستوى. السلام عليكم ورحمه الله. انا الاخوان كيف قلنا حلقه تاع اليوم ان شاء الله راه مهمه بزاف. الاغلبيه مربيين البيلوش كيلقاو واحد المشاكل اللي هما كاين اللي كيكون داير كوبلا كتنتج ليه الكوبلا كتفرخ ليه وليدات كتوكلهم وكلشي، اول ما تيكبروا تيوصلوا لواحد السن، دابا نشوفوه دروكا اول ما تيوصلوا ينوضوا الريش، كاين اللي كيقتلوا لهم الاولاد، كاين اللي كيريشوا لهم الاولاد. اشنو هما هاد الاسباب وكيفاش بغيتي تتعامل معاهم؟ لذلك الحلقه تاع اليوم مهمه بزاف للمبتدئين، لان اغلبيه صيفطت لك كاينين كوبلات كيقتلوا لهم الوليدات، وهذه معروفه على البيروش انهم بالنسبه للكوبلا هي تيكبروا الوليدات شويه ديالها كتقتل ولادها، يا اما الذكر كيدخل كيقتل الاولاد، يا اما النتوى كتنتف الاولاد فاش كتبي تعاود عش اخر. هكاك علاش انت كنتي دير كوبلا وبغيتي تعرف كيفاش تتعامل معها، اول ما توصلوا الولاد لهذا الحجم اللي غادي نوريك فاش تنوضوا الريش، ما باقيش تخليهم في العش نتاع النتوى، خصوصا فاش كتشوف النتوى ولات كتخرج بزاف ما بقاتش كتعمر وسط العش، يعني الذكر قرب يلقحها. فهذيك اللحظه كيخصك ضروري توجد ليها عش جديد اللي فاش دير فيه البيض، والفراخ اللي تيكونوا عندك من طبيعه الحال تيكونوا ما تياكلوش. يعني بتقول يا خويا كيفاش بغيت نتعامل معاهم؟ من طبيعه الحال الفراخ ما غاديش تحيدهم، يعني كتحيدهم من العش وكتنقي العش وكتحط لها نجره جديده باش تعاود ثاني تعاود لك عش جديد، والوليدات كتعاود ثاني تحطهم في كرتونه ولا في شي بلانشه لتحت. غنوريك الطريقه كيفاش. بالنسبه لهذه الكوبلا، هذه هي الكوبلا المعلومه اللي كنا هضرنا عليها. دروكا شنو غادي ندير لها العمليه؟ يعني بانت لي اليوم الذكر لقح النتوى، يعني النتوى بات حط بيض جديد، وبانت لي كتقشر في العش كتقلب على نجره جديده باش تعاود تعاود تخدم عش جديد. لذلك هي عندها وليد واحد لداخل، وهذاك الوليد قرب يكبر، الا بقى تما غادي يقتلوا الذكر. علاش؟ لان فاش لقحاني الصباح واخا تيلقح النتوى مازال ما بغاتش، يعني باقي كتضرب فيه باقي كتهرب، لان عارفه راسها عندها وليد لداخل. ولكن الذكر الا بقات بهاد العمليه بحال هكا ممكن غدا ولا بعد غدا غادي يقتل هذاك الفرخ لداخل. اما الا شديتيه ونزلتيه لتحت، كيفاش غادي نوريك الطريقه كي تتعامل معاه؟ راه غادي ينجاو لك الفراخ التحتانيين، وغادي يكون عندك عش جديد عاوتاني ان شاء الله. تبع معايا الطريقه، نحول الكوبلا للقفص الجديده ديال الكوبلا اللي قلت لكم، اللي مولفه كتعطي 5 الوليدات 6 الوليدات. اول ما درت لها العش صغيور عطاتني 3 البيضات، جوج لاحتهم وحده خرج لها الوليد نتاع وليد واحد نتاعها. احنا غادي نديروا لها العش اللي كنت هضرت لكم عليه في الحلقه المزيان نتاع البيلوش اللي هو نتاع الفيشر. غتخدموا لهم العش بحال هذا الشكل هكا، واول ما غادي تنتج غادي نوريكم الانتاج ديالها كيفاش غادي يكون ان شاء الله، لان دروكا تقريبا راه بيعاودوا يتلقحوا عاوتاني. ها انتم الطريقه ان شاء الله، بسم الله.
اول ملاحظه باش ما ننساهاش الاخوان، بالنسبه للبيروش كتحطوا ليه الزوال المكركب نتاعو المعلوم، وكتحطوا ليه الميلونج شويه كيكون معاه، وضروري كتحطوا ليه شويه نتاع الباتي، يعني الباتي بحال هذا الشكل هكا. هذه مهمه في هذه المرحله فاش يكون عندهم الفراخ. عاد دروك طبيعه الحال فاش تحط بيض جديد خصك تحط لها عظم السيبيا ديما يكون في القفص، وتحط لها البيض مسلوق يوميا حتى تكمل البيض ديالها كامل، وعاد ديك الساعه تحبسوا عليها. هادي انت والاخوان هيا اكلوا عليها نتاع الكفله. هذا هو العش القديم ديالها، وكاين عندها تبارك الله وليد واحد، هانتوما كي تشوفوا دروك هذا الوليد هذا راه قرب يتفطم، ولكن الا بقى في هذا العش هذا غادي يموت. يعني هذا الوليد هذا كي تشوف الا 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 بقى في هذا العش هذا غادي يموت هكاك. علاش؟ واخا انا بغيت نبدل لهم القفص، انت الا ما بغيتيش تبدل لهم كاع القفص كتخلي لهم نفس العش ديالهم، ولكن كتشدو كتنقيه وكدير ليه نجاره جديده. والولاد الا كان عندك واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه في هذا العمر ما باقيش تردهم العش، كتصايب لهم واحد الكراتينه بحال هذا الشكل هكا كتحطهم فيها. ها انت كده تشوف كديرهم في كراتينه بحال هكا شحال ما كانوا، ثلاثه اربعه خمسه الوليدات الا كانوا في هذا العمر، وكتحطهم لهم في القفص لتحت بحال هذا الشكل. حدا بلاصه الماكله يعني كي تشوف، يعني كتحط لهم الوليد لتحت شحال ما كانوا عندك، ثلاثة أربعة خمسة هاد الناس. وأغلبية هادي طبيعة في البيروش أنهم تيقتلوا الولاد، أغلبية الكوبلات إلا شي كوبلات اللي ناجحين وخدامين مزيان ما كتلقاش فيهم هاد المشاكل، ولكن الأغلبية الساحقة كتلقاهم كيقتلوا الولاد فاش كيوصلوا لهذاك العمر هكاك. علاش؟ أنت ديما تجنبا لهاد المسألة هادي، الولاد أول ما يوصلوا بحال هكاك شدهم ديرهم في هذيك الكروتينا، نقي لها العش نتاعها مزيان، دير لها نجرة، وعاوتاني طلق الكوبلة، وراه كون على يقين أنه الإنتاج نتاعهم تيكون ناجح 100%. وحاولوا تجنبوا هاد المقاسات نتاع العشاش، يعني هاد العشاش الصغار راه ما ناجحينش 100% البيروش، يعني بالنسبه للبيروش باش ما كبرتيهش تيجي ليه نتاع الكالوبسات وراه مخير، يعني باش ما درتي العش كبير فهذاك القياس ولا كبر منه راه تيكون ناجح 100% في الخدمه. وكيف قلت لكم عقلوا لي على هذه الكوبله هذه، واول حاجه الناس اللي متبعين ليا حطوا لي تعليقات قولوا لي اشنا هي السميره غادي نسميوها هذه الكوبله هذه باش نعقلوا عليها باش الحلقات الجايه ان شاء الله. كيف قلت لكم الانتاج الاولاني يعني انتم شفتوا وليد واحد اللي خرج، ها هو الانتاج الثاني ان شاء الله في العش الجديد اللي هو باقي كاع ما درتلهاش نجره لداخل، يعني الله غنحط لها شويه نجره غادي يبداو في القفص الجديد والعش الجديد، وان شاء الله اول ما ينتجوا راه غادي نوريكم الحلقه نتاعتهم وغادي تشوفوا العش ديالها شحال غادي تعمر ان شاء الله. واخا راه واصله دروكا ربعه العشاش، يعني راه شحال من البطن دارت ومع ذلك ما غنخليهاش تسرح، غنخليها تزيد هذا العش هذا حتى نشوفوه ان شاء الله في الحلقات، عاد ديك الساعه غنفرقهم نسرحهم. والحلقه هي هذه الاخوان. واخر حاجه بغيت نقول لكم هو بالنسبه للكوبلان نتاعكم فاش يكونوا عندكم ربعه الوليدات ولا خمسه حاول تهلا فيهم بالاكل، يعني ديما الزوان مكركب والميلونج يكون محطوط، وحاول تجيب لهم الباتي وحاول تحط لهم البيض مسلوق يوميا، وخصوصا في هذه المرحله اللي فاش كتكون الانتبه تعاود عش جديد اخر ضروري عدم الحبار يكون معلق لهم تما، والبيض مسلوق عاد حطوا لهم يوميا. غير اول ما تسالي البيض ديالها وتبدا الحضم صافي كتحبس عليهم، كتخلي لهم غير الزوال المكركب هو اللي خدام به، وراه العمليه نتاعتهم كتكون ناجحه ان شاء الله. نتمنى الاخوه الحلقه نتاع اليوم تكون عجبتكم، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله.